مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم يوم الجمعة مع جمعة، حلقة أسبوعية بنستناها أكيد طبعا. الحلقة النهاردة مختلفة تماما، الضيف اللي معانا النهاردة ضيف مميز جدا، شخصية سينمائية إعلامية صحفية من عائلة فنية عريقة، شخص لما قرر ان هو يبقى في مجال الإعلام فقرر ان هو يختلف ازاي؟ يخلي الإعلام يشوف هموم الناس، يعرض هموم الناس، بس الأهم إن دور الإعلام إنه يحل مشاكل الناس، مش بس يعرضها. علشان كده إحنا معانا النهارده واحد من الناس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، إزي شرفتنا حضرتك؟ ونورتنا. شكرا على المقدمة. آسف جدا المقدمة كانت قصيرة بس عشان وقت البرنامج. لا والله بشكرك جدا عليها، يعني ربنا أسعدتني جدا بيها. فعلا مشرفنا ومنورنا النهارده، وعندنا أسئلة كتيرة بس للأسف وقت البرنامج ضيق جدا. أنا تحت أمر حضرتك تماما. طبعا احنا عارفين ان حضرتك من عائلة فنية عريقة، يعني في مجال الابداع بشكل عام، الانتاج السينمائي وكتابة السيناريو. فالسؤال المهم جدا اللي نفسي اسأله لحضرتك، ناس كتيرة او ممكن ما يبقاش مطروح قوي ان الناس تبقى عارفة ان انت خريج معهد سينما، بس انت دخلت معهد سينما قسم انتاج وبعدين حولت قسم إخراج، ليه؟ دخلت قسم إنتاج لأن كنت متأثر جدا بالإنتاج، كنت بشتغل قبل ما أخش المعهد مساعد إنتاج ثالث وتاني، وأروح أجيب الوجبات وأشتغل وأمسك ميزانيات وتكاليف، وكنت شايف أن العملية الإنتاجية من العمليات المهمة جدا والأساسية. لما دخلت قسم إنتاج اشتغلت مساعد مخرج تحت التمرين. فلما اشتغلت مساعد مخرج تحت التمرين بدأت أشعر إلى أي مدى جمال صناعة الصورة السينمائية والتلفزيونية والتقطيع والديكوباج والراكور، وكنت أنا تحت التمرين ماسك مساعد كنت كلاكيت، وبعدين قلت إيه أشتغل غير كلاكيت برضو أشتغل مساعد راكور وبتاع. فحبيت الإخراج. لما حبيت الاخراج حسيت ان دوري كمخرج ممكن اقدر اعمل حاجه، خصوصا عملت شويه حاجات صورتها كده لوحدي، تدريبات دراما ولاقت استحسان اساتذتي في المعهد في قسم اخراج، فطلبت نقلي لقسم اخراج. وما اخرجتش ليه؟ والله اخرجت مشروع التخرج بتاعي. ده طبيعي. وكان بطولة الطفل المعجزة ساعتها تامر حسني، والوجه الجديد صبري فواز، والوجهة الجديدة نشوى مصطفى، مع زملائي الأعزاء دون استثناء انهم يعملوا في قطاع الإنتاج ما عدا عمرو ممدوح الليثي. ودي فرحت لجأت ان انا اشتغل في القطاع الخاص، فبعدت عن الاخراج مره ثانيه. دي اول مره اتكلم في الموضوع ده طبعا. وده بقى حاجه برضه على فكره انت مذاكر، انت جبت معلومه غريبه جدا. لا ده لسه في معلومات ثانيه. انا قضيتي ان في ناس كتير جدا بتعتقد ان لمجرد ان الاب تايتل وفي مجال فهو خلاص بقى هيفرض ابنه وبتاع، برغم ان الاستاذ ممدوح رفض. من الحاجات اللي انت ما تعرفهاش، انا بعد ما اتخرجت من معهد فنون مسرحيه درست السينما في قصر ثقافه السينما، ودرس لي الاستاذ ممدوح الليثي سيناريو، فانا اتعاملت معاه شخصيا رحمه الله عليه. ففكره ان ابن ممدوح الليثي ما يشتغلش ما يخرجش دي الحقيقه الموضوع ده ضايقني. بس في حاجه تانية انا استغربتها. آه. انت في اسره فنيه، عمك الله يرحمه الاستاذ جمال الليثي ده كان من الضباط الاحرار، دي معلومه برضو مهمه، وكان من اكبر منتجين مصر واعمال فنيه جماهيريه وفنيه عظيمه جدا. واكيد في حياتك وانت صغير كان بيبقى حواليك ممثلين كبار ونجوم، الاضواء دايما بتشد وخصوصا واحنا صغيرين، ما فكرتش تمثل؟ فكرت. وما مثلتش ليه؟ الحقيقه ما فكرتش، يعني فكرت امثل، وكان يعني كان في المخرجه علويه زكي طبعا قالت لي كانت عايزه تديني دور عندها، والحقيقه انا في حاجات كده طلعت فيها وانا مساعد مخرج، يعني تلاقيني في رأفت الهجان طلعت في مشهد كده واحنا في ايطاليا مثلا عايزين حد يعمل دور يعدي كده بيراقب واحد يهودي، عملت في يعني حاجات كده. لكن لا ما يعني ما يعني خد، اصل انت في مرحله بتبقى عدم اكتمال الرؤيه، ف
فانت بتمثل انك انت بتوجه الممثل، انا كمخرج بوجه ممثل، فانا بقول له الدراماتيك دايركشن ازاي يمثل، وبعدين هو بيمثل، فانت ممكن في لحظه تقول انا عايز امثل، لكن انا يعني دارس تمثيل ودارس اخراج ودارس طبعا في الاكاديميه بندرس كل ان انا بوجه. لكن الفكره جت فكره جت، لكن عملتها؟ لا ما عملتهاش. طب لما ابنا قرر ان هو يمثل انت كان ايه رد فعلك؟ لا 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 الحوار ده مش هينفع. الحوار ده لا انا عايز اعرف رد فعلك انت كأب لما ابنك جاي لك قال لك انا عايز امثل. مبدئيا انا عارف ان انت ما ساعدتوش خالص، بس انا عايز اقول لك انا عندي المعلومه، بس انا ما ساعدتوش خالص. وعايز اقول لك ان هو ما بيقولش انه ابني. مظبوط. وعايز اقول لك ان الناس اكتشفت بالصدفه ان هو ابني، يعني بالصدفه لما حط صوره كده على في عيد ميلادي مره بيقول لي كل سنه طيب يا بابا. فالناس ربطت لانه حتى مسمي نفسه محمد مازو. ايوه مش مسمي نفسه محمد عمرو الليزي. فحتى انا اقول له لدرجه ظهر معايا هنا في البرنامج ده مره في حلقه بتاعت علي ربيع. أيوة. كان من ضمن المسلسل. عايز اقول لك حاجه، اول حاجه اشترطها عشان يطلع في الحلقه ان ما اقولش انه ابني، ما تقولش انه ابني. وعمل افيه لطيف جدا، قال لي في الاخر خالص ايه يا استاذ عمرو انا بحبك زي والدي. رحت بصيت له كده وانا بحبك زي ابني. هو ده بقى من الحاجات اللطيفة اللي الناس ممكن ما تكونش عارفاها، ودي اللي زي ما بنقول كده الاسرار الخفية. ارجو ان انا اكون نكشت كام سر. لا انت نكشت قوي وكفاية كده احنا كده. اعزائي المشاهدين احنا كفاية كده عشان ضيفنا مش هيقدر على باقي الاسئلة، ان باقي الاسئلة اصعب من كده. اكيد هنستناكم ان شاء الله يوم الجمعة مع جمعة. استنونا دايما ان شاء الله. مع السلامة. برافو. ايه رأيك؟ اقول لك حاجه. اتفضل. انت مذيع هايل. ربنا يخليك بجد. ربنا يخليك. اولا تلقائي، عفوي، عندك كاريزما، عندك ابتسامه لطيفه على وشك وانت بتتكلم، بتسال اسئله قويه بشكل بسيط، ودارس. انت مذاكرني. ما هو ده يعني انت المعلومه اللي انت قلتها في الاول دي الحقيقه ما حدش يعرفها غير حد متخصص قسم الانتاج وتحويل. ما حدش يعرفها. لا ما انا عموما عارف كل التفاصيل، وعارف ان انت ما اخرجتش، وعارف الاسباب على فكره، بس انا عايز اسمعها منك، ما كنتش عايز اسمعها منك. الحقيقه اول مره اتكلم فيها فعلا، اول مره اتكلم في موضوع ابني. انا بشكرك على الحوار، وبشكرك على الاداء، وبشكرك خليك. وعايز اقول لك ارجوك اعمل البرنامج. يعني انا هقول لك النهارده غني يا محمد، اعمل برنامج يا محمد.